ولذلك ليست الأخوة هي فقط مجرد اعتقاد بأننا أخوة في الله وأخوة إيمان، وليس فقط كما ذكرنا استشعار بأنها نعمة من نعم الله فأصبحتم بنعمته إخوانا. لو كانت إلى هنا ما حصل النفع المرجو من هذا التشريع، من هذه النعمة التي أطراها القرآن الكريم. إنما يترتب على الأخوة بعد هذا الفهم وهذا الاستشعار حقوق. ولذلك نحن الآن نتكلم عن أخوة الأنبياء فيما بينهم في المعراج، وكل نبي قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. لم يتوقف هذا إلى هنا. الأخوة الإيمانية على مستوى الأنبياء تتجلى بألف أظهر صورة عندما كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ أمته أن الله يأمرهم بصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة. لم يسكت سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، جاء وقت حق الأخوة، جاءت الأخوة العملية الحقيقية وليس الصورية أو الشعورية. اليوم نحن المسلمون نعيش أخوة بالصورة، إنما المؤمنون إخوة، نعيش أخوة بالاعتقاد، إنما المؤمنون إخوة. ربما عندنا نعمة من الله نشعر بالعاطفة فيما بيننا وبين الأحباب، فنعيش أيضا أخوة نستشعر بها شيء من العاطفة والمحبة والشوق والحب. إلى هنا لا، كل هذا عبارة عن مقدمات لكي نعيش الأخوة الحقيقية بعد هذا. لم يسكت سيدنا موسى، لم يقل هو نبي وأنا نبي، لم يقل الله شرع له وشرع لي، لم يسكت. هناك حق، رغم أن الله هو الآمر بهذا، ولكن حق الأخوة طلب من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى الله وأن يسأل ربه التخفيف، ليس لأمة موسى عليه السلام بل لنا، لأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وأخبره بالعلة، أني خبرت بني إسرائيل قبلك، أنا عشت مع بني إسرائيل وخبرت الناس وخبرت القوم وخبرت الأمم، وإن أمتك لا تطيق هذا، فارجع واسأل ربك التخفيف. رجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بالدعاء وبالإنابة وبالتوسل إلى الله، ورجع إلى مكان يرجى منه الدعاء ومكان فيه يكون مناجاة الرب، وقال يا رب إن أمتي لا تطيق فأسألك التخفيف، فخفف الله عنه.